التحولات الاقتصادية والانفتاح على الأسواق الدولية وعلاقتها بتطوير منظومة العدالة بالشرق الأوسط وإفريقيا موضوع مؤتمر القانون بالشرق الأوسط الذي ينعقد بالرباط على مدى 3 أيام بمشاركة وزراء عدل من دول إفريقية وشرق أوسطية إلى جانب خبراء ومختصين. مؤتمر يسائل قضايا التحكيم وقضايا الوساطة ويحاول أن يؤسس لهذه الوساطة وأن يجد لها مجالا للتحكيم خاصة في المنازعات ذات الطابع المالي والتجاري والبنكي. جميع هذه المواضيع هي من أنواع الاستثمارات العابرة للحدود والتي تريد أن تطمئن لأسلوب وطريقة حل المنازعات وتسويتها من خلال التحكيم والوساطة، وهذا هو المحور النوعي الأساسي الموجود في هذا الموضوع. جلسات المؤتمر تتناول عدة محاور أساسية تهم التحكيم في قضايا المقاولات والإنشاءات الهندسية وتحكيم في قطاع الأعمال المصرفية والمالية والتأمين إلى جانب محاور أخرى تشكل لب النقاشات التي يتناولها المنتدى. أعتقد أن هذا المؤتمر الدولي سيعطي نفسا جديدا لآليات معالجة النزاعات وتحديدا التجارية منها عبر الوساطة، وهذا هو المغزى من هذا المؤتمر. مراجعة وتحديث الترسانة القانونية مفتاح من مفاتيح تشجيع الاستثمار بشكل يجعل القضاء مسيرا للتحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم، نقاش من شأنه أن يعزز الشراكات الاقتصادية في المنطقة ويجعلها أقدر على جلب استثمارات عبر تبسيط المصادر.